لقد انغرس علم الاستقلال في الأرض التي رواها دم الشهداء والمناضلين، ولكن سرعان ما خابت الآمال، وإذا بدولتنا الجديدة تسقط فريسة للمناورات والصراع الحزبي والفتنة، فانقسمت البلاد على نفسها، وكان نتاجا طبيعيا انقلاب كبار ضباط الجيش عام 1958. هنا أندرمان. أيها المواطنون، سعادة الفريق إبراهيم باشا عبود القائد العام للجيش يتحدث إليكم. أيها المواطنون، القائد العام للجيش السوداني يتحدث إليكم. أيها المواطنون، أحييكم جميعا أطيب تحية. وبعد، كلكم يعلم ويعرف تماما ما وصلت إليه حالة البلاد من سوء وفوضى وعدم استقرار للفرد وللمجموعة، وقد امتدت هذه الفوضى والفساد إلى أجهزة الدولة والمرافق العامة بدون استثناء. كل هذا يرجع أولا وأخيرا لما تعانيه البلاد من الأزمات السياسية القائمة بين الأحزاب جميعها. كل يريد الكسب لنفسه بشتى الطرق والأساليب المشروعة منها وغير المشروعة، وباستخدام بعض الصحف والاتصال بالسفارات الأجنبية، وكل ذلك ليس حبا في إصلاح وحفظ استقلال السودان وتقدمه، ولا رغبة في صالح الشعب المفتقر للقوت الضروري، ولكنه جريا شديدا وراء كراسي الحكم والنفوذ والسيطرة على موارد الدولة وإمكانياتها. وقد طال وكثر ذلك، وصبرنا على تلك الحكومات الحزبية حكومة تلو أخرى، آملين أن تتحسن الأحوال ويسود الاستقرار وتطمئن النفوس وتزول الكراهية الكامنة في النفوس والقلوب. ولكن ومع الأسف الشديد، لم تزدد الحالة إلا سوءا على سوء، فنفد صبر كل محب لسلامة السودان، وشكى كل فرد من تدهور الحالة وما آلت البلاد إليه من الفوضى والفساد، حتى كادت أن تتردى في هاوية سحيقة لا يعلم مداها إلا الله. ونتيجة لذلك، وهو المسلك الطبيعي أن يقوم جيش البلاد ورجال الأمن لإيقاف هذه الفوضى ووضع حد نهائي لها وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والنزلاء. والحمد لله، قد قام جيشكم المخلص في هذا اليوم 17 من نوفمبر سنة 1958 بتنفيذ هذه الخطة السليمة المباركة، والتي بإذن الله ستكون نقطة تحول من الفوضى إلى الاستقرار، ومن الفساد إلى النزاهة والأمانة. وإني واثق بأن كل مخلص لهذا البلد سيتقبلها بصدر رحب. أيها المواطنون، إننا إذ نقوم بهذا التغيير للوضع الحالي لا نرجو وراء ذلك نفعا ولا كسبا، كما وأننا
لا نضمر لأحد عداء ولا نحمل حقدا، بل نسعى ونعمل للاستقرار وإسعاد الشعب ورفاهيته. وبذا فإني أطلب من جميع المواطنين أن يلزموا السكينة والهدوء، كل يقوم بعمله بإخلاص تام للدولة، الموظف في مكتبه والعامل في مصنعه والمزارع في حقله والتاجر في متجره. وبما أن قوات الأمن قد تسلمت مقاليد الحكم، ولكي نستطيع أن تقوم بمهمتها خير قيام، فإني أأمر بالآتي وأن ينفذ فورا: أولا، حل جميع الأحزاب السياسية. ثانيا، منع التجمعات والمواكب والمظاهرات في كل مديريات السودان. ثالثا، وقف الصحف حتى يصدر أمرا بذلك من وزير الداخلية. إن سلطات الجيش تطلب من جميع المواطنين تنفيذ ذلك بروح طيبة، كما وأنها تنذر الذين تحدثهم أنفسهم بالإخلال بالأمن أنها لن تتوانى قط في توقيع الجزاءات الصحيحة.